البرنامج كبدا طبيعة الحال احنا كان هدفنا نركز على الدعم الاقتصادي الاجتماعي التضامني للنساء قصرتالا هذا قصر معزول تنمويا جغرافيا، وبالتالي عندنا كانت لها الحظ انها تساهم في تنميه هذا القصر هذا، خاصه في ظل انه تجسيد التوصيه نتاع السيد رئيس الجمهوريه للمجهود شكرا من خلالكم، وكذلك من خلال هذه البرامج اللي مدعمه من طرف الجهودات الداخليه والخارجيه، وبالتالي كذلك نتمنى انه جمعيتنا انها تكون طرف فعال في التنميه المحليه، خاصه بوجود رئيس المصد الوطني للجمعيات على الشباب. ما شاء الله عليك. انا رايي الطريق الفعاليه اكثر واكثر. طبعا البرنامج تاعنا تاع كابدال يتم اساسا على استغلال المواد المحليه من النخيل في اعاده رسكنه المخلفات الى منتجات طبيعيه ايكولوجيه تتم اساسا بصحه الانسان، وتوفر جانب اقتصادي للنساء ذيفيه المحرومات يعني اجتماعيا وتنمويا. وبالتالي جمعيتنا كان لها شرف ان تكون 45 مراه في القصر، وبالتالي الاسر كانت حققت كثير من تعزيز القدرات لنسائها، وفي قابلية كان عاد فيه وعي لخروج المرأة من أجل ضمان الشغل معيشي لها. بعد ما جسدنا برنامجنا تاع كابدال الحمد لله توفيق من المولى عز وجل، كان فيه إضافة كذلك لجمعيتنا اللي هو في إطار إسدال دراسة إنجازها. هذه تهضروا عليها من بعد يكون معالي الوزير يسمعكم. Ils ont fait un travail, une belle initiative économe. Ils ont relancé Maharajan Jouba. وهذه هي الفائده من البرنامج. البرنامج تخليكم كل واحد يعتمد على نفسه على قدراته ويبرز التراث على مستوى كل بلدي على مستوى كل قريه على مستوى كل قصر. الدوله راهي لنا غير باش تدعمكم باش تسهلكم باش يعني توجهكم هذا ما كان، ولكن كل شتوما الثروه الحقيقيه انتم اللي تخلقوها. ما شاء الله الله يبارك. وعلى المستوى الوطني شوف المجتمع درك منظم مليح، مجلس على الشباب، المرصد الوطني للمجتمع المدني، الجمعيات تمشي وتكاثر، مش جمعيه لاجل جمعيه كما كانت في وقت ما، انما الجمعيه اليوم اللي كان كاينه راهي باش تلعب دور تاعها وباش تاثر المجتمع وباش ثاني كذلك توجهوا احسن توجيه.